بدأ سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي إجراءات حجز تذاكر الطيران وتأشيرة دخول المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الجديد إلى مصر تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق. وقال عدلي أن اللاعب من المقرر أن يحضر القاهرة الجمعة المقبل لتوقيع الكشف الطبي عليه على أن يعود بعد يومين إلى المغرب لإنهاء بعض الأمور الشخصية ثم العودة إلى مصر مرة أخرى لبدء مشواره مع الفريق الأحمر. كان الأهلي ونادي الدفاع الحسن الجديد الذي كان يلعب له أزارو قد عقد مؤتمرا صحفيا الأحد الماضي بمدينة الجديدة المغربية، وفيه تم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب رسمياً.